السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى جميع المتابعين ديال قناة الدار الرندا يكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غتابعوا معايا واحد الفيديو خاص بالطريقة ديال فتح ديال الصندوق، واحد الطريقة سهلة ما كتجيبش الثوب مفاوت، لأن شي بعض الأخوات سولوني واش كاينه شي طريقة اللي تخليهم يفتحون الصندوق وما تجيهم جهة طالعة وجهة هابطة، لأن بعض المرات كيوقع لهم هاد الديكالاج في الثوب، كتجيهم جهة طالعة وجهة. بسم الله، كناخدو هاد جوج ديال السدورة، جوج طرف ديال السدرة، هانتوما كيف كتلاحظو كنقادهم مزيان. أنا كناخدهم كنطرقهم من هنا، من هاد البلاصة هادي، من هنا من الفوق حتى لتحت. كتقدروا تطرقوهم بالماكينه، ها انتم كيف كتلاحظوا بالماكينه. حتى اللي ما عندوش الماكينه، يعني الفصل اللي غيفصل لك تقول له يدوز لك عليها من هنايا من الفوق حتى لتحت، باش كتجيكم مزيانه، باش ما تخافوش تمشي لكم زعما ديروا جهه طول من جهه او تجيكم جهه قصر من جهه. منين تقدروا تخيطوا حتى بيديكم الا بغيتوا، غير تنشبوه بواحد شويه ديال الخيط. المهم ها انتم كيف لاحظتوا، ها هو ده الخيط. انا هنايا راني فتقت هذه البلاصه ديال الصدر من هنا، لان كناخذ القياس ديالي من هنايا حتى لهنا. انا خديت 44 سنتيم، مع كنقص منها سنتيم ديال التنبيله هذه ديال طوق، كتبقى لي 43 هنايا. هذا هو القياس انا اللي خديت. المهم نتوما تقدروا تاخذوا ما بين 40 حتى 50 سنتيم، او على حسب كل واحد شحال غادي ياخذ. وكان نفتقوها، هو ده الخيط كتلاحظوا حيدته، ها نتوما ها هو خليته على حد القياس اللي عبرت. شحال ما بغيتوا في الطول ديال الطوق ديال الصدر، هذا من هنايا حتى لهنا كتعبروا القياس اللي نتوما باغيين، وكتفتقوا على ديك القياس باش كتجيكم ساهله. هاد الطريقه هادي حتى هي ساهله في الصراحه. هكذايا هانتوما انا قلت لكم خديت من هنايا لهنا 44 سنتيم، المهم على حسب كل واحد شحال غادي ياخذ. ها هو على هذاك القياس هو اللي فتقت هنايا، هانتوما كيف كتلاحظوا. كنجي دابا كندير لهادي هكذا، المهم هادي باش كتجيني ساهله هاد الطريقه. كنقد هادو هكذايا، هادو بجوج غنقاد، هادي يعني كنقادها هكا مزيان، عاوتاني حتى هادي كنقادها هكدايا بحالها. هانتوما هكدا على شكل، كتجينا هادي على شكل في او شكل مثلث. وغادي نخيطو هاد البليصة هادي باش كيجينا داك الشيء مقاد مزيان، يعني هاد الطريقة هادي حتى هي زوينة. غنخيطو عاوتاني هادي هكا وهادي هكا، ونرجعو عاود نخيطو هاد الجهة هادي. هانتوما هاني خيطتهم، خيطت هاد الجهة هادي هكايا بعد ما طويتها. كنطويوها في الظهر، راكم كتلاحظوا الخياطة ها هي في الظهر. وخيطت حتى هادي، دوزت عليها بهاد الخويط هكا. هانتوما ها هو ديك الجهة ديال الحاشية فين كتبقى لي ديك السنتيم ديال الحاشية، كنخيطو عليه هكدايا. وغادي نقلبو دابا، غنقلبو باش نبداو الخياطة ديالنا، غنبداو الخدمة ديالنا من هنا. منين غنجي نبدا الخدمه عاد غادي نحل هذيك. المهم دابا هما عندنا متقادين، يعني باش منين نبداو غادي تكون عندنا الخدمه متقاده مزيان. هانتوما بعد ما حليت هاد الخياطه هذه اللي كنت مخيطه بها، هادو ها هما كنحلها، كنجي لهنا لهاد الحاشيه هذه، غادي ننبلها هكذايا. كننبلها بخويط هكذا، هانتوما كتمشيو هكذايا كتنبلوها باش غادي نبداو من هنايا. ها نتوما ها هو بعد ما دوزت عليه بشويه ديال الخيط ديك التنبيله، كنحيدو ديك الحاشيه ها هي، ديك السنتيم ديال الحاشيه كنحيدوه هكذا كيكون من الداخل، حيت دائما الحاشيه حنا ما تنديروهاش مع الخياطه، كنديروها دائما لداخل في الخياطه. ها نتوما ها هو ديك القياس ديال السنتيم كنبلوه، باش دابا ان شاء الله غادي نبداو من هنايا. ها هي دابا الخدمه ديالنا من هنا غتبدا ان شاء الله. ها حنا صوبنا في، غنبداو ان شاء الله من هنايا. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبداو هنا. ها نتوما لاحظتوا راني شديت هادي بهاد الفنيتات، كنجيو كنبداو هنايا ان شاء الله، كنضربوا الغريزه هنا. انا غنبدا ندير ثلاثه ديال الغريزات ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان باغيه نهبط هادي بالثلاثيه ديال العقيق. غندير ثلاثه بهم غادي نبدا ان شاء الله. ها
هانتوما هذه البداية ديال الرندة. المهم انا هذا الخيط راه عندي مبروم على جوج على حسب كل واحد شحال غادي يبرم الخيط. هاني درت هاد الغريزة، هادو الغريزات ديال الرندة غنبقى طالعة. هاني درت دابا غريزة وحدة، عاود ها هي الغريزة التانية، هكدا نبقى غادية. حنا دابا درنا جوج غرزات قلنا، عاوتاني غادي نزيدو. المهم هاد البداية هادي ديال الرندة اللي ما كيعرفش يبداها راه يرجع للقناة، راني حاطة فيها الفيديوهات ديال البداية ديال الرندة. هانتوما ها وحدة ها جوج، دابا هما يلا جوج غريزات، الغرزة الأولى ها التانية. أنا عاد غادي نكمل التالتة، هادي دابا التالتة اللي غادي نكملها. غادي نضرب هنايا في التوب، في هاد التويب المقابل هكدايا، وغادي نجر الخيط مزيان هكدا، وغادي نرجع لهاد العوينة هادي اللي راه تكونات عندي هنايا. ها هي فيها كنضرب ليبرا والخيط عاوتاني باش غادي نضرب الغريزة هنايا في التوب هكدايا في المقابل ديال هاد الجهة هادي. دابا هما عندي ثلاثة ديال الغريزات، واحد جوج ثلاثة، غنهبط عليهم بالخدمة باش غادي نبدا الخدمة ديالي اللي غادي اللي كنكون مقررة نخدمها. انا غادي نخدم بالعقيق، العقيق ديال المهرس. غادي نبقى نزيد العيون، نضرب هنايا في التوب، هادو عندنا ثلاثة، احنا غنضيفو غرزة ها هي من هنا غادي نزيدوها في هاد الخوية هادي اللي ما بين التوب والخيط هكذا. ها وحدة، دابا غيرجعو عندنا أربعة،